يحيى جبران تبارك الله عليه لعب معنا في كأس العالم 2012، كان هو أول سجل أول إصابة بالنسبة للمنتخب المغربي في كأس العالم، فلعب كرة قدم داخل القاعة المحلي المنتخب الأول تبارك الله عليه. انا كنت نصحته في ذاك الوقت، قلت له ودي راه هادشي اللي تنشوف، راه انت راه زعما بلاصتك في الكون فوت، ووقفوا معاه الناس اللي معاه كانوا معاه في السطات الرئيس ديالو، وعرفنا انه غيكون عنده مستقبل، وكنا تنبحثوا له على فريق. انا كنت كنقلب له على فريق من جهتي حتى ربي يسر، وكانت الانطلاقه ديالو تبارك الله. هو دابا يا غير البارح كان في التدريب ديال ليكيب ا وطلقاني وسلم عليا، فهذاك فخر ديالنا اننا تنشوفوا ان هذاك تدافع على هذه الرياضه، انها رياضه مكمله للفوتسال، راه ماشي عدو ديال الفوتبول، ولا اللي يلعب هنا ولعب هنا هذه مهارات تقنيه بديهيه سرعه، وهذا الشيء اللي تنشوفه في البرازيل ولا في الاسبان ولا في هذا. فهذا الفوتسال واحد الرياضه مهمه في تكوين اللاعب، وسورتو ملي تيكون دري صغير مزيان يدوز من الفوتسال عادي يدوز لكره القدم.